بسم الله الرحمن الرحيم اه احنا وعدنا حضراتكم نتكلم النهارده عن اه موضوع التقييم بالمشروعات في السنوات من الثالث الابتدائي الى الثالث الاعدادي يمكن من المفيد في الاول ان احنا نذكر ان في طرق مختلفه للتقييم التقييم عموما اه علم كبير في طبعا الاختبارات التقليديه التحريريه اللي كلنا عارفينها وكلنا متعودين عليها في طبعا في اه اه حتت اخرى بنعمل اختبارات شفويه احيانا او اختبار عملي زي التعليم الفني او اختبارات عن طريق مشروعات، المشروعات دي بتبقى شكل اخر من اشكال التقييم بتتعمل علشان اسباب كتير احنا في الحاله اللي احنا فيها اخترنا نعمل تقييم بالمشروعات مش العنوان اللي هو الغاء الامتحانات احنا ما الغيناش حاجه احنا استبدلنا طريقه التقييم من الامتحانات التحريريه طبعا ما نقدرش نعملها عشان الظروف اللي احنا فيها ده واحد من الاسباب اللي خلتنا نروح للمشروعات السبب الثاني ان ده نظام تقييم تعليميا ممتاز لانه بيقيس حاجات غير اللي بيقيسها الاختبار التحريري الاختبار التحريري بيقيس في خلال وقت محدد ساعتين او ساعتين ونص قدره معينه على استرجاع بعض الامور المشروع بيتعمل فتره اطول بيتعمل في اربع او خمس اسابيع وبيقيس حاجات تانية بيشجع قوي على العمل الجماعي على الاعتماد على النفس التعلم الذاتي البحث الممنهج تحليل وربط الموضوعات التعاون بين افراد الفريق طريقه العرض طريقه صياغه الافكار مهارات تانية بيقيسها ما بتبقاش باينه في الامتحان الساعتين المحدد. فتعالوا مع بعض نشوف ده بيتعمل ازاي. الفرق بين الاختبارات التحريريه والمشروعات جوهري في عمليه التصحيح. الاختبارات اللي كلنا متعودين عليها فيها اجابه نموذجيه بنبقى حافظينها عارفين الاجابه دي صح ولا غلط. المشروع مش كده ما فيهوش صح وغلط فيه حاجه كويسه وحاجه احسن وحاجه أحسن من منها كمان، ففي درجات إنما ما فيهوش إجابة واحدة، ملوش إجابة واحدة، إحنا بنسأل حد يقول لنا رأيه مثلاً في تعامل دولة زي مصر مع الكورونا بالمقارنة مع ثلاث أربع دول كمان، فلازم نجيب إحصائيات، نجيب أرقام، نجيب القرارات اللي اتخذتها الدول ونقارنهم ببعض ونعمل مقارنة ونستنتج نقول رأينا، هنا بقى ده ما فيهوش صح وغلط، لو عشر مجموعات خدوة يطلعوا عشر حاجات غير بعض كلهم كويسين بس فيهم درجات في العمق في عمق المعالجة وكده فنتفق ان ده ما فيهوش اجابة نموذجية بيتقاس ازاي هو له هيكل المشروع بيبقى له هيكل هقوله لكم بعد شوية اقول لكم هنصلحه ازاي او هنحكم عليه ازاي بس تعالوا نروح للحاجات الاساسية في الاول يعني من تالتة ابتدائي لثالثة اعدادي مع مراعاة فروق السن احنا واعيين جدا لان الطفل اللي عنده في تالتة ابتدائي هنطلب منه حاجة على قد هذا العمر غير اللي نطلبها من اللي في تالتة اعدادي بعد ما قلنا كده اهم نقطة نعرفها دلوقتي انه لكل سنة دراسية من تالتة ابتدائي لتالتة اعدادي الطالب او الطالبة هيعملوا مشروع واحد للمرور الى السنة الاعلى وليس مشروع في كل ماده اللي كان بيتكتب على الانترنت بقالنا اسبوعين ثلاثه كله الحقيقه جانب الصواب يعني بعيد قوي عن الحقيقه وكلها نوع من التوقعات فعشان كده دايما بنقول لكم ما تستمعوش اليها الى لحد ما نقول لكم الطالب في رابعه ابتدائي في خمسه ابتدائي في اولى اعدادي في كل السنوات دي هيعمل مشروع واحد للتخرج من هذه السنه هذا المشروع هيكون متعدد تخصصات يعني بيمس اللي اتعلمناه في العلوم وفي الرياضيات وفي اللغه العربيه وفي الدين وفي التربيه الفنيه بنجمعه في موضوع معين بيبقى موضوع بنعلق عليه من خلال تربيط الحاجات اللي اتعلمناها، فبيدينا فرصه نعرف اللي اتعلمناه ده ايه علاقته ببعض وايه علاقته بالحياه وبنعمله مش لوحدنا بنعمله في مجموعات، ممكن الطالب يعمله لوحده لو حب او يكون مجموعه فيها اربعه من زمايله بحيث يبقوا كلهم خمسه الخمسه يعملوا مشروع مشترك وده فيه تعلم اكبر على اداره الفريق وتحديد الادوار وكده. تعالوا ناخد مشروع نموذج عشان نتخيل احنا مثلا هنعمل ايه؟ تخيلوا ان احنا في مثلا اولى اعدادي في مشروع عنوانه ايه اثر المناخ في حياتنا؟ مثلا. فاحنا تحت هذا العنوان هنسأل بعض الأسئلة اللي إجابتها مستوحاة من المواد المختلفة يعني مثلا نقول إيه لو هنربط بالرياضيات فنقول اجمع بعض الأرقام الإحصائية مثلا المعبرة عن نسبة التلوث وأثارها في الكرة الأرضية ولما تجيب الأرقام دي حطها لنا في صورة شكل بياني وطبق ده على مصر مثلا فهنا لازم أروح أدور على المعلومات دي في حاجه زي المكتبه الرقميه اللي احنا خليناها موجوده او في كتب او في كتب كتاب المدرسه في اي مصدر متاح اليك. ممكن نسال تحت نفس العنوان اللي هو اثر المناخ في حياتنا أه تخيل انك في رحله نيليه مثلا من اسوان لدمياط. ايه الاقاليم المناخيه اللي عديت عليها اثناء الرحله دي؟ الاجابه على السؤال ده هنلاقيها لو دخلنا في الكتاب بتاع المدرسه وهنلاقيها لو دخلنا في المكتبه الرقميه موجوده بصور غير بعض ممكن احنا كفريق بقى نصيغ الرد على السؤال من خلال المراجع اللي لقيناها مثلا نتخيل ان احنا في رحلة للفضاء الخارجي بقى مش رحلة في النيل ايه نسب الغازات الموجودة في الغلاف الجوي واثر زيادة غاز ثاني اكسيد الكربون على حياتنا مثلا دي برضو نروح للمراجع هنلاقي ده احنا اللي هنصيغه بقى في الاخر فده مثل بسيط وهيبقى في امثله تانية ممكن يبقى في مشروع زي ده عن دوره المياه مثلا المياه ازاي بتتبخر وبتعمل سحب والسحب دي بتتكثف وبتعمل امطار وحاجات كده وازاي تتكون الانهار وبتصب في المحيطات موضوع تاني ف... الطالب هيجيله لو احنا في اي سنه دراسيه من السنوات ما بين ثالثه ابتدائي وثالثه اعدادي هيجيله لسته فيها اربع او خمس مشروعات يختار واحد منهم فمش بس هيبقى عنده مشروع واحد مفروض عليه لا هيبقى عنده اختيار من اربع او خمس اختيارات هيختار واحد ويشكل مجموعه ويشتغلوا عليه الهيكل بتاع المشروع اللي هيقدمه لنا هيكون هنديه لكم طبعا مع المشروع يعني صوره للهيكل ده تمشي عليه نكتب العنوان نختار عنوان للمشروع اللي هنقدمه ونكتب الارقام التعريفيه او الكودز بتاعتنا كطلبه مش اسامينا زي رقم الجلوس كده نكتب كود الطالب وبعدين نكتب مقدمه بسيطه او ملخص للمشروع اللي هنقدمه تحتيها جسم المشروع اللي هو فيه الردود بقى على الاسئله اللي احنا اديت لكم نموذج منها دي عناصر البحث يعني او عناصر المشروع وبعدين النتائج او الملاحظات اللي احنا اكتشفناها كفريق يعني وفي الاخر مهم قوي المراجع اللي استندنا اليها لما نذكر حاجه في اي اجابه عن الاسئله دي نكتب جبناها منين إيه؟ دي لقيناها على المكتبة الرقمية، دي جبناها من الكتاب اللي اسمه كذا أو جبناها من الموقع اللي اسمه كذا. الفكرة هنا مش إن أنا الاقي حاجة أخدها كوبي وأروح منزلها عملها بيست، مش الفكرة كده. فكرة إن احنا نفكر مع بعض كفريق ونقول رأينا الجماعي بلغتنا، نصيغه، نعتمد على المراجع، مش ننقل المراجع. نتعلم منها ونعبر عن رؤيتنا للمشروع طبعا اي حد سمعنا ممكن يسال وده اللي في ثالثه ابتدائي هيعرف يعمل كده يعرف لما السؤال يبقى ابسط والشكل هيبقى ابسط لبتاع ثالثه ابتدائي عن بتاع ثالثه اعدادي طبعا فهتلاقوا فرق في المشاريع بيراعي الفئه العمريه ولكن بذور ان هو يشتغل في مجموعه ويدور على المعلومه ويربط الرياضيات بالعلوم بالدراسات الاجتماعيه ممكن نتعلمه من واحنا صغيرين آه احنا يوم الحد خمسة ابريل ان شاء الله هننزل على موقعنا وعلى موقع على موقع الوزاره وعلى كل المواقع فيديو توضيحي لمثال من ده ناخده من الالف للياء يعني نتخيل ان احنا بنحله مع بعض وازاي هندور في المكتبه الرقميه وازاي هناخد المعلومه وهنصيغها عشان ترتاحوا اكتر للفكر يوم الخميس تسعة ابريل هنعلن جدول المشروعات جدول المشروعات اللي هو هيبقى السنه الدراسيه قدامها خمس مشاريع مثلا اللي هنختار منهم سنه ثالثه ابتدائي وبعدين رابعه وبعدين خمسه وسته كده الجدول ده هننشره على موقع الوزاره طبعا وعلى السوشيال ميديا وهننشره كمان مطبوعا في الجرائد القوميه يعني الجرائد القوميه هيبقى فيها نفس المشروعات والتمبلت او المسطره اللي هنكتب بيها المشروع عناصر المشروع السؤال طبعا الناس كتير بتساله طب انا لو ما عنديش انترنت احنا ما ذكرناش الانترنت في الموضوع لحد دلوقتي هو الفكره كلها سؤال ومراجع وهنجمع المعلومات ونكتب تقرير لو انا عندي انترنت اقدر ادخل على المنصه اللي هتبقى في المدرسه هلاقي عليها المشاريع لو ما كنتش عندي الحاجه دي ممكن اخدها من الجرايد القوميه بس لو انا عندي انترنت ممكن ادخل كمان على المكتبه الرقميه اللي هي اهم حاجه تهمنا في الوصول الى الانترنت عشان كده احنا كمان عاملين حسابنا نشتغل مجموعات ممكن واحد بس من الخمسه يقدر يخش على المكتبه ويدخلوا معاه ويجيبوا المعلومه ويشتغلوا عليها فاي واحد بالخمسه مش لازم كل الخمسه لو الخمسه كلهم ما عندهمش انترنت برضو ما فيش مشكله هنلاقي المشروع وهنلاقي الارشادات هنشتغل عليها مراجعنا هتكون كتب المدرسه واي كتب اقدر اشتريها من المكتبات العامه زي ما كنا بنعمل بحث طول عمرنا قبل الانترنت اروح مكتبه واخد منها المصادر اللي تهمني في الموضوع ده فدول الفرق بين الاثنين اللي هيعملها على ورق هيكتبها بايده و او حد من المجموعه يعني هيصيغها وهيقدمها لمدرسته مدرسته هي اللي هتحملها على المنصه عشان تتواجد الكترونيا إحنا عاوزين ليه الحلول تتواجد إلكترونيًا وعاملين منصات وكده، عاملين منصات لأسباب كتير منها التواصل بين الطالب والمعلم وولي الأمر وده مهم، والوصول إلى المشروعات والنماذج والحوار بيننا، والوصول أساسًا للمكتبة الرقمية. بس إحنا عاوزين في الآخر حتى لو اتعمل ورق يبقى إلكتروني ليه؟ لأن إحنا مش هنخلي معلم الفصل مش هو اللي هيصلح المشروع. يعني اللي وضع المشروع هو الوزاره مش معلم الفصل والليست اللي هتنزل يوم 9 ابريل فيها خمس مشاريع لهذه السنوات الدراسيه اللي هم سبع سنين يعني 35 مشروع كل سنه ليها خمسه هنختار منهم احنا عاوزين الاجابات الالكترونيه علشان نقدر نوزعها على معلمين مختلفين كل مشروع بيبص فيه من اثنين الى ثلاثه معلمين لان هو فيه تخصصات غير بعض فبيبصوا عليه بيدوا له كده مش نمر بس بيدوا له تقييم ده مقبول او غير مقبول. واهم نقطه نفتكرها ان المشروع اللي عملته الوزاره واللي هيصلحه ليس معلم الفصل. معلم الفصل دوره ارشادي للطلبه بتوعه من خلال المنصه او انهم يتصلوا بيه باي وسيله يساعدهم يعلمهم فكره البحث يسالوه ازاي نكتب الموضوع ده لو كانوا محتاجين رايه او يفهموا منه الموضوع نفسه. ف عشان كده بحاول اقول لكم ان الفكره هنا مش ان نخلي حد يعمل لنا المشروع، هو التعلم كله جاي من ان الولاد تعمل المشروع. ما فيش حاجه دي سنه نقل عاديه خالص، معظم السنوات دي سنوات نقل عاديه، مش محتاجه نقلق منها ولا اي حاجه، احنا مديين بدل الامتحان بتاع زمان اللي كان ساعتين وبنقعد نحفظ وبتاع، مديين خمس اسابيع عشان نقعد كفريق مع بعض، كتاب مفتوح وعندنا كل المصادر ونصيغ راينا. وكل اراء مقبوله الهيكل اللي انا قلته هيبقى قصاده لما يتنشر لحضراتكم يوم 9 ابريل العناصر اللي احنا هنبص عليها هنقول مثلا احنا بندي يعني علامه صح على العنوان الجيد مثلا او ان واحد التزم بعناصر المشروع او ان الحته الفوق المقدمه كانت لا تقل مثلا عن 100 كلمه او النتائج لازم يكتبها صح او المراجع لو كتب المراجع يبقى له علامه صح فيبقى في مثلا عشر عناصر لو عمل خمسه من العشره مظبوط يبقى المشروع مقبول فاكثر من نص الخمسه او سته من العشره المطلوبين فهو ما فيهوش حاجه تقلق ولا تخوف ولا في صح وغلط مطلق الفكره ان احنا بنتعلم ازاي نتكلم حوالين موضوع نربط فيه كل اتعلمناه وفي نفس الوقت نستخدم مصادر ونفكر منهجيا ونشتغل مع بعض دي كل الفكره المواعيد ال... يعني الرسائل الهامه مشروع واحد لتخرج كل طالب من سنه الى السنه الاعلى المشروع نتيجته هتكون مقبول او غير مقبول مفيش درجات بالارقام آه و... في نفس الوقت يوم الأحد خمسة إبريل في فيديو توضيحي هيساعدكم جدا يوم الخميس تسعة إبريل هيكون الجدول منشور في كل حتة عشان تختاروا منه وتبدأوا إلى خمستاشر مايو عندكم من تسعة إبريل لحد خمستاشر مايو في جميع سنوات النقل وأبنائنا في الخارج يعملوا فيه هذه المشروعات وأعتقد تبقى موضوع إن شاء الله يمشي كويس بس ياريت بقى في ضوء اللي قلناه نتأكد إن ما فيش حد ابدا ابدا مضطر يستسلم لاي مخلوق بيطلب منه فلوس عشان يعمل له مشروع مفيش حاجه زي كده خالص وعلميا واخلاقيا وتربويا ده غلط فاحش مفيش حاجه اسمها حد يعمل لنا المشروع بنناشد اولياء الامور يتاكدوا ان اولادهم يشرفوا بس ان اولادهم بيختاروا المجموعه وبيشتغلوا وحتى يتكلموا معاهم في المشروع ده جزء من التعلم كله الا اني ادي المشروع لحد لي. لو انا بدي لحد يعملهولي يبقى انا ما اتعلمتش حاجه خالص. المساله مش محتاجه ده لان احنا جايين نتعلم لا هي سنوات فاصله ولا اي حاجه خالص، بناخدها بهدوء شديد واعتقد الولاد هيستمتعوا بيها بس يا ريت ما نستسلمش لاي حد بي بيضغط علينا، ما حد هيقدر يضغط علينا لان التصميم بتاع المشروعات ما بيسمحش بهذا، فان شاء الله تمشي كويس وتبقى خطوة جيدة في طريق تطوير التعليم المصري وشكرا جزيلا لاستماعكم